هل تذكرون الفنانة المصرية وفاء مكي؟ لن تصدق كيف تغير شكلها بعد 20 عام من الاختفاء. وفاء مكي في أول ظهور إعلامي بعد عقوبة السجن 10 سنوات. أكدت الفنانة المصرية وفاء مكي إنها تعتبر الفترة التي قضتها في السجن كبوة تجاوزتها، وإنها لا تساوي شيئا في مقابل أزمتها الصحية التي ألمت بها مؤخرا، وكان حكم بالسجن لمدة 10 سنوات. قد صدر في بداية الألفية الجديدة بحق وفاء مكي بعد إدانتها في قضية تعذيب خادمتها بصورة وحشية، والسجن سنة لكل من والدتها ليلى الفار والفنان أحمد البرعي وابن خالتها سيد الفار وطليقها أيمن الغزالي. وفي أول ظهور إعلامي للفنانة المصرية في برنامج القاهرة اليوم على قناة أوربيت، والذي يقدمه الفنان إدوارد والإعلامية بوسينة توكل، تحدثت الفنانة المصرية وفاء مكي عن فترة السجن، وقالت: لا أشعر بأنني مريت بأزمة من الأصل، ولكل جواد كبوة، ومش الأزمة اللي هي الصعبة، أنا بسميها حاجات مضحكة. لو حطوا الأزمة دي في كفة وحطوا صحتي في كفة، أنا أقول صحتي الحمد لله. وأضافت: الأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا، وبالنسبة لي لما تيجي في صحتي كده تبقى أحسن. وأشارت إلى أنها تلقت عددا من العروض للمشاركة في الأعمال الفنية بعد خروجها من السجن مباشرة، لكنها رفضتها تماما، وأوضحت أنها اعتذرت عن المشاركة في الأعمال الفنية بسبب إصابة تعرض لها ابنها، حيث اضطرت للإقامة معه في المستشفى لمدة 4 أسابيع متصلة، ما جعلها تعتذر عن تقديم بعض الأعمال الفنية التي عرضت عليها. وكان آخر ظهور درامي لوفاء مكي كان عام 2015 من خلال مسلسل الكابوس من بطولة غادة عبد الرازق وكريم محمود عبد العزيز وأحمد راتب وأيتن عامر وكريم قاسم ومحمد شاهين وبيومي فؤاد وفتوح أحمد وبدرية طلبة وسلوى عثمان وندى موسى ونهى عبدين، ومن تأليف هالة الزغندي وإخراج إسلام خيري. وتعلقت الفنانة وفاء مكي خلال حقبة التسعينيات في السينما والدراما التلفزيونية، واشتهرت بتجسيد شخصية ابنة المعلمة فضة في مسلسل الراية البيضاء. وتحولت وفاء من نجمة صاعدة إلى متهمة في قضية شغلت الرأي العام ولحقتها عدسات المصورين أثناء مصولها للتحقيق بتهمة تعذيب خادمتها مروة. وبعد انتهاء فترة العقوبة خف بريقها الفني وتوارت عن الأضواء.